صاحب الجلالة عاد تكلم على اقتصاد الماء وهذا، والمنتخبون ديال أكادير كيجاوبوا. شوفوا الشارع كي داير، هذا الروبوان ديال شارع الجيش الملكي. اليوم الخميس 9 جانفي 2020، هذه 9 ديال الليل، كيسقيو روبوان، سقاو معاه الشارع كامل. هذا الجواب ديال المنتخبون ديال أكادير لصاحب الجلالة. يالله دوا هذه 3 أيام على اقتصاد الماء وسوس، بان حتى سوس عارفينها بان عندنا المشكل ديال شح مياه. الشتا ما طاحتش، شو على فضيحة دايرين، شوفوا على فضيحة الماء. اون فاس مع ذاك الرومبوان في لي زاميكال، هما كيسقيو واحد الشجرة. شو الماء فين غادي مع الطريق. ها فويت وحدة أخرى ديال الماء عاوتاني غادا في الطريق، وها شارع واحد آخر غادي. ها هو شوفوا المياه فين جاية، شتو على فضيحة كي دايرة على التبذير ديال الماء. السادة المنتخبون عافاكم، ما ديروهاش مني قلت صواب، ولكن أنتم جهلاء في تسيير المدينة، أنتم جهلاء في الميدان ديال البيئة. حشوم عليكم، سوس كلها تعاني من شح المياه، البراجات كلهم خاوين، 3 البراجات خاوين، وانتم كديروا هذه الفضيحة. انتم غادي كتزرعوا في الكازون، يا ودي راه الكازون راه ما خدامش لينا، لأنه كيبغي الماء بزاف، لأن حتى من النوعية ديال الورود اللي درتو ماشي ديال مدينة أكادير، لأن حتى هي كتبغي الماء بزاف. وانتم غادي فين ما مشيتوا دير لي كازون وشي حوايج والعشوائية، كون غير كان داك الشيء زوين، يا راه عطا الله ما كتعرفوش، غير سولوا، غير راه عطا الله الناس اللي كيفهموا في هذا الشيء، وغادي يبينوا لكم شنو هو الجماليه ديال لي جاردان بلا ما تاكل الماء بزاف، شنو هما النباتات اللي يمكن لكم ديروا واللي ما كتاكلوش الماء بزاف. صراحه والله ما بقيت فاهم كيفاش بغيتوا تسيروا هذه المدينه، ولا كيفاش كتسيروها. اللي يمكن لي نقول الله يغلبنا عليكم، النيات الساكنه كلها زوينه، وكل شيء باغي الامور تغير، الله يصوب وان شاء الله غادي يكون خير.